الحلقة الأخيرة قبل رمضان هتوحشينا يا دولي. للأسف عايز أقول لك كده هتوحشينا والجمهور هيوحشنا. إيه؟ وأنت كمان هتوحشني قوي قوي. بعد العيد عندي أكثر من أغنية هينزلوا. أنا سعيدة جدا على اختياري يعني بشكل خاص. الغنية أحمد كتبها عني أنا، يعني أشياء أنا مخبرته إياهم. تحية خاصة للموسيقار المصري الراحل حلمي بكر. يعني هو شهر طبعاً بنحبه جداً، بس هتوحشونا فيه وهنرجع لكم بعديها إن شاء الله. محمد المشاهدين وأنا رح نشتاق لك. هايلايت مع دولي عياش ومحمد عطية، ليلة 10 المساء على الـ LBCI.